جديدة من وقت بتاكلك. هاي المرة حلقتنا رح تتمحور حول المسلسلات الرمضانية. خلينا نشوف الناس شو بحبت شو قاعدة بتتابع والحكونا. عرفنا حالك؟ ايه هو ناس عليه. حضرتك بتتابع المسلسلات برمضان؟ اكذب عليك؟ لا. لا ولا مسلسل؟ ولا مسلسل. في سوق الخضرة، شو رأيك في سوق الخضرة هنا سوق البلد الفواكه والخضرة الموجودة فيه؟ هذا أحلى سوق في مش البلد في المثلث كله. هذا سبب أنا بجيش إلا منين. شو أكثر إشي بيعجبك هون يعني أكثر إشي؟ أول إشي المعاملة. أهم إشي المعاملة. لما أنت بتفوت على إنسان اللي هو يعني محيخ زي ما قالوا شايف. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم. عرفنا حالك؟ حسام محمد طيارة. وانت؟ أمير سمير باطا. حسام وأمير مزبوط. أمير انت بتتابع مسلسلات برمضان؟ شو بتتابع؟ اي مسلسلات؟ المحقق كونان وحلقات ما غير هيك. ايش اكثر مسلسل حبيته؟ في مسلسل اسمه ون بيس. هذا مسلسل بحبه كثير. عن ايش بحكي المسلسل؟ أنا ولد في بحار وما بحار وبغامر مغامرات وبده يصير كبطان وما كبطان. وانت شو بتتابع مسلسلات برمضان؟ ولا شيء. ولا شيء ولا مسلسل؟ لا عايش على الماشي اللي بكبادي. يعني زي ايش شو حضرت؟ مش ذاكر. لأحمد السقا لعادل إمام لمين؟ ولا حدا؟ بلا. حضرت مسلسل صبايا. شو رايك فيه؟ مليح. بس منيح؟ الصبايا اللي فيه حلوات ولا مش حلوات؟ نص نص. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله رمضان ينعاد عليكم علينا. مكملين في سوق البلد ورمضان كريم. اهلا رمضان كريم، مرحبا فيكم جمعة. تعال نتعرف عليك. محمد يوسف هيكل. اخ محمد، بدنا اليوم في برنامج وقف تقول لك قاعدين نسال عن اذا الناس بتتابع مسلسلات في رمضان ولا لا. شو رايك انت بتتابع ولا لا؟ الصراحه انا بشوفش تلفزيون ابدا. بالمره بتفتحش التلفزيون اطلاقا؟ الاولاد بتفرجوا، انا ما فيش عندي وقت. انا الصراحه اكثر في الشغل وفي العباده والامور الحياتيه الثانيه. لا كل الوقت طبعا اكيد مش مليح، بده ينوع الانسان، شيء عباده شيء شغل شيء صلاه وامور ثانيه. طب والمسلسلات نفسها شو رايك انه يكون في مسلسلات في رمضان؟ هل هذا إشي بيسيء لرمضان ولا بياثرش؟ طلع انا رايي وراي ديني انه المسلسلات هاي اللي فيها لباس واللي فيها اشياء اللي مش تابعه للدين حسب رايي انه الواحد يبتعد عنها. ان شاء الله اتمنى لكل كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وينعاد علينا كل سنه واحنا بالف خير. وراح نهديك من برنامج وقف تقول لك ومن ملحمه النور هديه مقدمه لك وكل عام بخير. هدية مقدمة لك من سوق البلد. تفضل. كمان رح نعطيهم هدية للأولاد الصغار مقدمة من كريم معثامني لدار الهدى للنشر. أبو وائل عبد الباقي كفر قرع. أولا هاي مش من ناحية دينية مش مزبوطة. حبذا لو انه بدل ما يقعد على التلفزيون بهاي الاشياء يقرا مصحف مثلا او شيء يستفيد منه. هاي كلها بتزيد من الاخلاق الغير حسن. رمضان هذا شيء ثاني. رمضان حبذا لو كل الوقت او اغلب الوقت هيك بده. اما مش مسلسلات عاطله مثلا لا سمح الله، هيك بتشرب الاخلاق الاولاد الصغار يعني او الشباب بنحرفوا. لذلك حبذا لو انه يفتح مصحف مثلا يقرا جريده. انا اول شيء بحيي البرنامج وبشجعكم على هذا البرنامج وبقول لجميع اهالي كفر قرع والشباب يتحلوا بالصبر بساعات قبل المغرب من هاي التركترونات اللي ماشيين فيها بازعاج الناس. وبتمنى لكل الناس عيد سعيد وإن شاء الله بيعود على الإسلام كلها بخير وبركة. شكرا لك ورح نهديك هدية مقدمة لك من سوق البلد. شكرا. تفضل. شكرا لكم. مروان مصالح من كفر قرع.
أنا من الناس اللي بيشتركوش، بشاهدش يعني مسلسلات رمضانية مع الأسف الشديد. شو رأيك في الناس اللي بتحضر 24 ساعة، يعني بتقضي كل وقتها في رمضان لا شغل ولا عمل غير المسلسلات؟ أنا طبعا كل واحد حر بحاله، يعني طبعا من البرامج التلفزيونية ممكن الواحد يعني يستفيد ويتعلم شغلات، طبعا كل واحد حر. أما يعني خير الأمور الوسط، ما بصير كل شيء يعني 100% 24 ساعة زي ما حضرتك بتحكي. أما كمان مرة لكل شيء فيه له سلبيات وشغلات إيجابيات، كل واحد حر حسب رأيي، ممكن الواحد يستفيد يعني. طبعا أنا بتمنى لك كل المشاهدين والإخوة في كفر قرع والأمة الإسلامية عامة بالتوفيق، ونكون إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعم علينا السلام إن شاء الله يا رب. تفضل مقدم لك من حلويات، من حلويات الناطور. نتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله، وعلى فكرة حلويات الناطور جدا جدا حلوة، فشكرا جزيلا لكم، كل عام وأنتم بخير. ومنعطيك كمان هذه مقدمة من سوق البلد، هذا الشمام مقدمة من سوق البلد. شكرا شكرا، نتمنى وكمان مرة التوفيق، يعني على فكرة يعني ما شاء الله سوق فينا سوق البلد، يعني الواحد ممكن يفتخر به. فيا إخوان تفضلوا، سوق البلد هو منا وإلنا، فمشكورين جدا جدا. مكملين مشاهدينا من سوبر ماركت نظمي أبو راشد، ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك. تعرفنا حالك؟ عامر عايد عكل من عرارة. أهلا وسهلا فيك. بتأثر عليهم مظبوط، بتابعوها كثير، بس هذا مش لازم، لازم واحد يلتي بأشياء ثانية، يعني مثلا يقرأ قرآن يصلي، هذا شهر عبادي. وانت حضرتك تبع كنت تتابع ولا بطلت؟ لا بتابعش الحمد لله. بالمرة؟ لا بالمرة الحمد لله، كل عام بخير بألف خير، وبتمنى لهم إن شاء الله بينعاد علينا وعليهم بالخيرات وبالبركات، وإن شاء الله بالحال المليحة أحسن من هالأيام إن شاء الله فضيلة. في نهاية لقاءنا رح نعطيك هدية مقدمة لك من سوبر ماركت نظمي أبو راشد. رمضان كريم. رمضان كريم. عرفنا حالك؟ حسن واكل. لا أنت مع ولا ضد، يعني الناس بتلت فيها؟ ضد ضد. شو بتشوف إنه هذا الإشي بيأثر سلبي ولا؟ سلبي طبعا، مش موجب، سلبي. شو لازم الناس تعمل؟ ممنوع تتفرج عليها، تحضر أشياء دينية، يفتحوا قرآن، هاي الأشياء. مكملين مشاهدينا حلقتنا من دكانة بريتوف. رمضان كريم، شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ محمود. محمود ايش؟ امجد. طيب انت متابع مسلسلات في رمضان؟ يعني شو بتتابع؟ شو بتحضر برمضان على التلفزيون؟ على ام بي سي 3 رمضان ابو صيام وخلص يعني. بس رمضان ابو صيام؟ اه. شو رايك مسلسل حلو؟ رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وهسه بدنا نربحك هديه من برنامج وقف تقول لك. طيب الهديه مقدمه لك من كريم عثامني ودار الهدى للنشر والطباعه، تفضل. حالك؟ عبد الرؤوف زحالكم. هل انت بتتابع مسلسلات في رمضان؟ حاليا لا والله، بعدني فات بالجو انا مش متابع ولا شيء، يعني كل شيء له وقته، المسلسلات لازم الواحد ياخذ له وقت، والشيء الثاني برضه له وقته، رمضان طبعا كل شيء له وقته. إيه وشو رايك في المسلسلات التاريخيه والدينيه؟ هل هي بتساعد في رمضان، يعني بتعطي جو ولا عادي؟ اكيد تعطي جو، تعطي جو من جو رمضان وجو الاسلاميه. طيب بنهايه عيدنا على المشاهدين،
كل عام وانتم بخير للجميع، رمضان كريم، نعاد علينا وعليكم. احنا راح نهديك هدية مقدمة لك من حلويات الناطور، وكل عام وانتم بخير وشكرا لك. تسلم، شكرا. مكملين من حلويات الناطور، رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. شو اسمك؟ لا حاتم عياط. أي مسلسل متابعة؟ ولادة من الخاسرة. ولادة من الخاسرة؟ بعجبك قصي خولي؟ آه. طيب وشو وشو بتحضري غير المسلسلات؟ على جزيرة الأطفال بحضر. شو بتحضري؟ برامج أطفال. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وإحنا راح نربحك من برنامج وقف تقول لك، راح نربحك هدية حلويات من عند حلويات الناطور. رمضان كريم. الله يسلمك، رمضان كريم. عرفنا حالك؟ سفيان أبو عيشي. مش كل المسلسلات نفس تابع نفس الشيء، أنا ولو مرة أنا حضرت بعدين مسلسلات مش شايفين، بس إني بسلين يعني على أوقات اللي إنه واحد بيقدر فيه يصلي فيه، يكرفين قرآن، يكرفين إشي، هذا بسلين عن الصلاة، بسلين عن العبادة، هذا هو بس. كل عام وانتم بخير كل الجميع، عامة المسلمين طبعا، إن شاء الله ربنا بعيد علينا، أمي سلامة وخير، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، ورح نهديك هدية مقدمة لك من حلويات الناطور، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. عرفنا حالك؟ عبد الله حسن مصالح من كفر قرع. أهلا وسهلا فيك. صراحة أني أنا انشغلت عن المسلسلات، أنا بروح متأخر من الشغل وعلى الفطور مباشرة، فما عنديش فكرة كثير عن المسلسلات يعني، أما بتخيل في قسم منها بفترض أنه بفيد. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. شكرا لك، ورح نعطيك هدية مقدمة لك من حلويات الناطور. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مرحبا أخر مرة مطعم حكاية، معكم شرف مسلماني. بنشكر حجي أبو فني، وبنشكر المعلم نضال فناطقة إنهم أعطونا الفرصة نقدم لهالبلد أشياء جديدة. المطعم حكاية في حكاية جديدة، واللي هي قصة البيتزا. جبنا إيطاليا وحطيناها بكفر قرع، جبنا بلشنا في الباتسيك نعمله هنا، اللي صلصة البندورة تاعت البيتزا بنعملها هنا، وكل إشي صرنا نجهزه هنا. بنعطيكم متكون ذاتي لعجينة البيتزا، لكل كيلو طحين 28 غرام خميرة، 80 غرام زيت زيتون، 20 غرام ملح، 10 سكر، و 650 مللتر مية. بتعلق في الطقس، إذا الطقس حامي نحط مي باردة، إذا الطقس بارد نحط مي فاترة. عندنا هنا عجينة البيتزا جاهزة موزونة ل 225 غرام. إذا بتنعمل عجينة البيتزا منيح فيش حاجة للشوبك، حتى بتشوف هنا بتنفتح بالإيد، بتقدر تعمل، بس عشان شكل البيتزا اللي معروفة بالبلاد هاي مدورة، احنا بنعملها شوية مدور. هاي جهة وهاي الجهة الثانية، صارت العجينة جاهزة، فيش الواحد يتعب عليها، فيش حاجة يتعب عليها. بنجيب الرشد، لما العجينة منيحة في كثير بحطوا زيت على الرشد عشان ما تدبكش، وانا عارف الغير ها كله حكي فاضي. اذا العجينه منيحه فيش حاجه تحط زيت ولا اشي. ناخذ الرشه بتاعت البيتزا بنحط عليها العجينه، نعملها شويه خزوق بالايد اكثر. صلصه البندوره للبيتزا جاهزه، بنحط لنا نص معلقه، اللي بتحبه اكثر بحط اكثر طبعا، كيف بده الواحد. احنا اليوم في عنا بيتزا تاعت حكاية، هي المكونة من جبنة صفراء، جبنة موتزاريلا، بندورة، بصل احمر، فلفل مشوي مكشر، وزيتون اسود. بنحط مش كمية كثير جبنة، شوي صغير جبنة، لانه احنا بدنا نحط الجبنة كمان مرة فوق الاضافات. هاي الجبنة هنا، الجبنة كنا صفراء جودة وموتزاريلا مخلطة. ناخذ البندورة، شكل البندورة بنحطين، البصل على الجنب، شقف الجنبة المشوية ومكشرة، الزيتون الأسود، وكمان شوية جبنة من فوق. بفوت على فرن اللي محمى 240 درجة لمدة 5 دقائق. نرفعها من الريشة ونحطها على بلاطه
اخرى نص دقيقة مع الباب المفتوح عشان يطلع الحم ناخذ بس الكريسبيوت او تبقى مكرمشي من تحت شوية. البيتزا هيك جاهزة نقيمها، هاي البيتزا عندنا هون جاهزة. وهاي حكاية مطعم حكاية البيتزا ديلا ايطاليا من ايطاليا ومن قصة. طبعا الصورة بتكفيش، تعالوا جربوا تتندموش. وصحة وهنا. مشاهدينا، خلصت حلقتنا لليوم من برنامج وقفت أقول لك، وشفنا آراء الناس ما بين مؤيد ومعارض لموضوع المسلسلات الرمضانية. بدكم تعرفوا حلقة بكرة شو؟ الحقوني وتابعوني.